هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل متابعي إذاعة إرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 29 من يوليو. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم لتناول أوضاع الاقتصاد الإريتري بناء على تغرير اجتماع لصندوق النقد الدولي مع خبراء اقتصاديين إريتريين في أسمرة. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل يقدم لكم نشرتنا للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. صندوق النقد الدولي يجري مشاورات مع الحكومة الإريترية حول الوضع الاقتصادي المتردي. إيقاف برنامج التعاون الأوروبي السوداني في مجال مكافحة تهريب البشر. قوى الحرية والتغيير تتوصل إلى اتفاق مع القوى المسلحة السودانية. وأخيرا موجة الحر في أوروبا تؤدي إلى وفيات في فرنسا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. هذه إذاعة إرينا. أجرى المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 22 من الشهر الجاري اجتماعا مع مسؤولين اقتصاديين إريتريين بغرض مناقشة الوضع المتردي للاقتصاد الإريتري. وأشار تقرير المدير التنفيذي عقب الاجتماع إلى أن وضع الاقتصاد الإريتري متردي بصورة كبيرة نسبة للاعتماد الكلي على قطاعي الزراعة والتعدين وتراكم الديون ومستحقاتها، وأن العجوزات في الموازنة العامة تهدد الأداء العام للدولة. وطالب التقرير بأن تتبنى الحكومة سياسات إدارية رشيدة تشجع الاستثمار وتحرك القطاع الخاص للإسهام في التنمية، وأن تعمل الحكومة كذلك على تحرير السياسات النقدية، وأن تستفيد من أجواء السلام مع إثيوبيا. عرض كامل للتقرير ضمن برنامج تعليق على الحدث عقب نشرة الأخبار. ذكرت إذاعة صوت ألمانيا دويتش فيلي بأن الاتحاد الأوروبي قرر إيقاف برنامج التعاون بين السودان والدول الأوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر. وقالت الإذاعة بأن البرنامج الذي كانت تشرف عليه هيئة العون الألماني GIZ، والذي كان يقدم خدمات تأهيل لمؤسسات القانون والشرطة في السودان من أجل مكافحة تهريب البشر، قد توقف في مارس الماضي، وأعلن عن توقفه بشكل دائم مؤخرا بعد أن توقف بشكل تام في شهر يونيو الماضي. وقال خبير حقوق الإنسان الألماني أوتو بين بأن البرنامج توقف لأن الاتحاد لا يستطيع العمل مع الحكومة السودانية، لأن ذلك يخالف سياسات الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان. وكان البرنامج يساعد في تأهيل ضباط الشرطة والجيش والأمن والقضاء في وسائل مكافحة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى مكافحة تهريب البشر. في اجتماع صحفي لقوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة في أديس أبابا في 25 من الشهر الجاري، توصل الطرفان إلى اتفاق عريض ينص على تسريع الحكم المدني في السودان وإعادة هيكلة الدولة لتحقيق أهداف المركز والأطراف على أساس العدالة والسلام العادل. وقال ناطق باسم قوى الحرية والتغيير بأن الاتفاق يخلق الأرضية الصلبة لتكوين حكم مدني دائم في البلاد بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وأن السودان سيخرج قويا ومتماسكا بعد الاتفاق الأخير.
على صعيد آخر، أكد القائد الجديد لهيئة أركان الجيش السوداني الفريق محمد عثمان الحسين بأن الأجهزة الأمنية استطاعت كشف محاولة انقلابية خطط لها رئيس هيئة الأركان السابق الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد وضباط ذوي رتب رفيعة في القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات. وقال الفريق عثمان بأن الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني البائد هما اللذان خططا للانقلاب بغرض وأد ثورة الشعب السوداني ومنع التحول إلى السلطة المدنية في البلاد وإعادة حكم نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. كما قال، ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية بأن موجة الحر والتي شهدتها فرنسا يوم الخميس الماضي والتي وصلت فيها درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية أدت إلى عدة حالات وفيات في البلاد. وكانت الإرصاد الجوية قد قالت بأن هذه أقصى درجات ارتفاع للحرارة في البلاد منذ عام 1947. كما شهدت كل من ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا نفس الارتفاع في درجات الحرارة التي عزاها العلماء إلى التغيرات الكبيرة في المناخ بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. وقال باحثون بأن وتيرة ظاهرة الاحتباس الحراري التي يشهدها كوكب الأرض في الوقت الحالي وامتدادها تتجاوز أي حدث مماثل شهدته الأرض في الألفيتين الأخيرتين. ويقول العلماء أن أحداثا مناخية مهمة يذكرها التاريخ مثل العصر الجليدي الصغير لا يمكن مقارنتها مع ما تشهده الأرض من ارتفاع في درجات الحرارة في القرن الأخير. وتشير الأبحاث التي أجراها هؤلاء إلى أن وتيرة ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الراهن أسرع من أي فترة درست خواصها في الماضي. ويقول العلماء أن النتائج التي خلصوا إليها تثبت أن الكثير من الحجج التي يتمسك بها المشككون في صحة نظرية الاحتباس الحراري لم يعد لها أي أساس. هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، بهذا الخبر نكون وياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية. وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها: صندوق النقد الدولي يجري مشاورات مع الحكومة الإريترية حول الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد. إيقاف برنامج التعاون الأوروبي السوداني في مجال مكافحة تهريب البشر. قوى الحرية والتغيير تتوصل إلى اتفاق مع القوى المسلحة السودانية. وأخيرا، موجة الحر في أوروبا تؤدي إلى وفيات في فرنسا. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون والمستمعات الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. وكما عودناكم نتناول في حلقاتنا أهم أحداث الأيام الماضية على المستوى المحلي لإريتريا والإقليم والعالم. وفي حلقة اليوم نتناول بالتعليق على الخبر الذي أوردناه في صدر نشرتنا الإخبارية حول الاجتماع الذي عقده صندوق النقد الدولي مع خبراء اقتصاديين إريتريين يمثلون الحكومة. وأشار التقرير إلى حالة التردي التي وصلها الاقتصاد الإريتري. متابعة طيبة أرجوها لكم. هذه إذاعة إرينا. نشر موقع صندوق النقد الدولي على الشبكة الألكترونية تقرير للاجتماع الذي عقد في 22 من الشهر الجاري بين المكتب التنفيذي للصندوق وخبراء اقتصاديين يمثلون الحكومة الإريترية. عقد الاجتماع بناء على نص المادة الرابعة من اتفاقية العلاقة بين الصندوق والدولة، وهي المادة التي تسمح بعقد اجتماعات بين خبراء الصندوق والحكومة المعنية. وسبق ذلك زيارة لخبراء من الصندوق استطاعوا خلالها توفير معلومات لأعضاء المكتب التنفيذي للمساعدة في إعطاء نصائح للحكومة الإريترية.
وقال التقرير بأن إريتريا خرجت من حرب طويلة من أجل نيل استقلالها، وأن تلك الحرب تركت آثارا مدمرة على مجمل الحياة في البلاد. وقال التقرير بأنه ورغم تلك الحالة فإن الحكومة الإريترية استطاعت أن تحرز تقدما في مجالات الصحة والتعليم، ولكن الاقتصاد الإريتري يعاني من حالة متردية بسبب عجوزات الموازنة الدائمة ولجوء الدولة لتغطية ذلك عبر طبع المزيد من الأموال إضافة إلى الاقتراض، ونتيجة لذلك تواجه إريتريا أزمة ديون خانقة. وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي والمالي في البلاد في حالة مزرية، وذلك بسبب انعدام الاحتياطات من العملة الصعبة وفرض الدولة لقيود مشددة على حركة العملة الصعبة وارتفاع معدلات التضخم بشكل عام. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. ثم مضى التقرير في تناول اختلالات الاقتصاد الإريتري، حيث أكد بأن هناك ضعف عام في مجمل مدخلات البلاد، وذلك بسبب القيود التي تفرضها الدولة على الاستثمار وتقييد حركة رؤوس الأموال الخاصة والعامة، وأن الاستثمارات في مجال التعدين والزراعة في البلاد معرضة لخطر الصدمات. وتناول التقرير مؤشرات إيجابية رأى أن الحكومة يجب أن تستفيد منها، وتتمثل في اتفاق السلام مع إثيوبيا ومشاريع التعدين التي تدر على البلاد جزءا من احتياجها من العملة الصعبة ورفع العقوبات الأممية عن إريتريا. ورحب المجلس التنفيذي للصندوق أولا بقرار إريتريا بالدخول مع الصندوق في شراكة نتج عنها هذا الاجتماع كما قال التقرير. هذه إذاعة إرينا. وبحكم الخبرة الاقتصادية لأعضاء المجلس التنفيذي فقد أكدوا بأن الاقتصاد الإريتري يواجه أزمة، وعليه أكدوا في تقريرهم على الجوانب الآتية: أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، أهمية تعزيز القطاع المصرفي والتخلص من الديون، وحث التقرير على التعاون مع الصندوق من أجل التخلص من هذه المشكلات، حيث أن رفع العقوبات الدولية قد يعني المزيد من الاستثمارات بالنسبة لإريتريا. وبناء عليه حث الأعضاء دولة إريتريا على فتح الباب للاستثمارات الخاصة والعامة وإجراء إصلاحات عاجلة وتسريع وتيرة التنمية وترشيد الإنفاق العام والحصول على منح وقروض ميسرة. ومن أجل النجاح في هذه الاستراتيجية حذر الخبراء من التشديد الذي تفرضه الحكومة على القطاع المصرفي والسياسات النقدية الاحتكارية، ودعا الخبراء كذلك إلى تحسين المدخلات من العملة الصعبة عبر الضرائب وتوسيع قاعدة الإنتاج القومي الإجمالي ومعالجة مشكلة خدمة الديون وانخفاض سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وضعف قاعدة خدمة الدين والدفع نحو تحقيق استقرار في قطاع النقد والمصارف وتطوير القوانين اللازمة لذلك وتعزيز استقلالية البنك المركزي والعمل على تخفيف سيطرة الدولة وتدخلها في الاقتصاد ورفع القيود عن أسعار الصرف وتطوير البنية التحتية والتركيز على الحكم الرشيد كأداة لا غنى عنها لتحقيق النمو الاقتصادي. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. إلى هنا المستمعين والمستمعات الأفاضل انتهى تقرير رئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والذي عرضناه لكم كاملا. وربما لاحظتم في البداية الإشارة الإيجابية لبعض الإنجازات التي حققتها إريتريا كما يقول التقرير في مجال الصحة والتعليم. واتضح لنا بأن التقرير أعدته جهة دولية، فمن غير اللائق أن تقول بأن البلاد كلها في حالة مزرية، ولا بد أن تشير مجاملة إلى أن بعض التقدم قد تم تحقيقه في مجالات ما. وهنا اختار التقرير مجالي الصحة والتعليم بدون تحديد هذه الإنجازات التي تحققت خاصة في مجال الصحة. إذا كان نصيب المواطن الإريتري في العاصمة التي عقد فيها الاجتماع هو 200 جرام من الخبز في اليوم، أما في الريف فأن مرض السل يفتك بالمواطنين بسبب الجوع وسوء التغذية. أما بالنسبة للتعليم
إن الحكومة اضطرت إلى قفل بعض المدارس بسبب هروب المعلمين الجماعيين من البلاد بعد فتح الحدود مع إثيوبيا. هذه إذاعة إرينا. أما عن فتح الباب للاستثمارات الخارجية والحكم الرشيد فإن ذلك لا يخرج عن كونه عبارات ثابتة تكتب في كل تقارير المنظمات الدولية مهما اختلفت البلدان. فأي حكم رشيد ينصح به صندوق النقد الدولي لديكتاتور يتصرف في البلاد كعزبة خاصة به. ويتضح من التقرير حجم المشكلة التي تواجه الاقتصاد الإريتري والتي لن تحلها الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. فالاقتصاد الإريتري يعتمد على خراج الزراعة والتعدين ولا يسمح بالاستثمارات ولا يحاول فك سيطرة شركات البحر الأحمر على الاقتصاد، لأنه يعرف بأن فقدان السيطرة على الاقتصاد معناه فقدان السيطرة السياسية على قيادة البلاد، ولذلك تراه يصر على حكم البلاد حتى وإن كانت تتدهور كل يوم نحو الأسفل بسرعة الصاروخ. ومعها هكذا حالة لن تجدي نصائح صندوق النقد الدولي والاجتماعات مع خبرائه في إنقاذ الاقتصاد الإريتري الذي يواجه خطر الموت. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وبذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وقبل ذلك أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه إذاعة إرينا. صندوق النقد الدولي يجري مشاورات مع الحكومة الإريترية حول الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد. عقد المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 22 من الشهر الجاري اجتماعا مع مسؤولين اقتصاديين إريتريين بغرض مناقشة الوضع المتردي للاقتصاد الإريتري. وأشار تقرير المدير التنفيذي عقب الاجتماع إلى أن وضع الاقتصاد الإريتري متردي بصورة كبيرة نسبة للاعتماد الكلي على قطاعي الزراعة والتعدين وتراكم الديون ومستحقاتها، وأن العجوزات في الموازنة العامة تهدد الأداء العام للدولة. وطالب التقرير بأن تتبنى الحكومة سياسات إدارية رشيدة تشجع الاستثمار وتحرك القطاع الخاص للإسهام في التنمية، وأن تعمل على تحرير السياسات النقدية وأن تستفيد من أجواء السلام مع إثيوبيا. إيقاف برنامج التعاون الأوروبي السوداني في مجال مكافحة تهريب البشر. ذكرت إذاعة صوت ألمانيا دويتش فيلا بأن الاتحاد الأوروبي قرر إيقاف برنامج التعاون بين السودان والدول الأوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر. وقالت الإذاعة بأن البرنامج الذي كانت تشرف عليه هيئة العون الألماني GIZ قد توقف في مارس الماضي وأعلن مؤخرا عن توقفه بشكل تام. قوى الحرية والتغيير السودانية تتوصل إلى اتفاق مع القوة المسلحة المعارضة. في اجتماع صحفي لقوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة في أديس أبابا في 25 من الشهر الجاري توصل الطرفان إلى اتفاق عريض ينص على تسريع الحكم المدني في السودان وإعادة هيكلة الدولة لتحقيق أهداف المركز والأطراف على أساس العدالة والسلام العادل. موجة الحر في أوروبا تؤدي إلى وفيات في فرنسا. ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية بأن موجة الحر التي شهدتها فرنسا يوم الخميس الماضي والتي وصلت فيها درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية أدت إلى عدة حالات وفيات في البلاد. هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. بذلك نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وأذكركم قبل الختام بأنكم يمكنكم دوما الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى في برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم مني محدثكم فتي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.